وبعد 5 سنوات تعتقد وتقول العراق لا يزال محتلا؟ كان ينقل أنه بوش كان يقول أنه سيعد تعلق صوري في جميع البيوت العراقية. لا حبيبي، الآن صورة تحت الأقدام العراقية. والعراق لا يزال محتلا من قبل القوات الأمريكية محتلاً. وشعبية أمريكا تتدنى يوميا، ولمو يوميا، كل دقيقة تتدنى في العراق حبيبي، ولا زالت أمريكا محتلة للعراق. ويجب، وأنا أطالب من قناتكم أيضا بخروج القوات المحتلة بأسرع وقت ممكن.